أطلقت منظمة اليونيسيف في الأردن برنامج التعليم الاستدراكي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية لتوفير فرص للأطفال السوريين المنقطعين عن دراستهم لمدة تزيد عن 3 سنوات لمواكبة أقرانهم من خلال مناهج تعليمية مكثفة. ويصل عدد المنقطعين عن الدراسة 80,000 طالب سوري من أصل 226,000 هم عدد الأطفال في سن التعليم المسجلين بمفوضية الأمم المتحدة في الأردن. نتابع. خشيت سلا من عدم إمكانية استمرارية تعلمها بعد تجربة انقطاع عن الدراسة لأسباب تتعلق بظروف قدومها من سوريا وعدم وجود شواغر في المدارس الحكومية الأردنية آنذاك. خفت إنه ما كمل دراسة وظل المقطوع عن الدراسة. لما كمان فتت عن المدرسة حسيت في اختلاف بين المنهاج تبع سوريا وتبع الأردن. طموحها في التعلم دفعها خلال فترة انقطاعها عن المدرسة لدراسة المنهاج السوري والالتحاق بالدورات التدريبية. جبت كتب تبع سوريا وصرت أدرس عليهم، يعني كنت مفكرة إنه هذا المنهاج نفس تبع منهاج سوريا، وصرت يعني إنه هلا شفت إنه في ناس يفوتوا دورات وهيك، صرت فوت دورات وهيك. سلام عادت إلى مقاعد الدراسة مع إصرارها على ذلك لتحقيق حلمها بأن تصبح صحفية في المستقبل. سلام ليست الحالة الوحيدة التي انقطعت عن الدراسة وعادت إليها في الأردن بسبب ظروف الحرب واللجوء. المنظمات الدولية هنا تكثف من جهودها من أجل ضمان استمرارية التعلم ومحو الأمية. 80,000 طفل سوري لم يتلقوا تعليمهم في السنة الدراسية الماضية في المملكة، فيما تلقى 145,000 طفل تعليمهم بالمدارس الحكومية الأردنية وفقا لأرقام رسمية، مع توقعات بارتفاع عدد المنضمين للمدارس الرسمية إلى 160,000 طفل سوري هذا العام من خلال إجراءات جديدة بالتشارك بين اليونيسف ووزارة التربية والتعليم الأردنية. خلال العام الدراسي الحالي من خلال الشراكات وبالأخص شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم تم افتتاح 99 مدرسة إضافية مسائية خاصة بالأطفال السوريين، وتم زيادة عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس ما يقارب أو ما يزيد عن 165,000 طفل سوري. في حين جعل الأردن المدارس العامة مجانية للسوريين، فإن الكثير من الأهالي لا يمكنهم تحمل التكاليف المرتبطة بالتعليم مثل تكاليف المواصلات ودفع الأطفال للعمل تحت السن القانوني بسبب غلاء المعيشة في البلاد. وفقاً لتقرير لمنظمة Human Rights Watch ذكرت فيها أيضاً أن من أسباب التسرب من المدرسة هي عدم حصول الكثير من الأطفال السوريين على الدعم النفسي وعدم قدرتهم على التأقلم في هذا الواقع. هاني موعد أورينت نيوز عمان. أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي، أبدأ بالسيدة والدكتورة زينة زربي اختصاصية علم النفس العيادي ومعالجة نفسية من بيروت، وطبعا سينضم إلينا لاحقا عبد الرحمن الحاج معاون وزير التعليم السابق في الحكومة المؤقتة على ما أعتقد من أنقرة عبر سكايب. أبدأ معك دكتورة ريثما، يجهز السيد عبد الرحمن الحاج لنعرف منه معلومات أكثر، ولكن سأبدأ معك بداية بهذه المعلومات الصادمة. طبعا العنوان الذي تحدثنا عنه يتحدث عن 25 مليون سنة دراسية تضيع من عمر الأطفال، هو من معهد دراسة قام بها معهد أسترالي بالتعاون مع مؤسسة وورد فيجن الخيرية. قالوا بأنه بمعدل 5 ملايين طفل خلال 5 سنوات لم يدخلوا المدرسة، فبحسبة معينة بيطلع كأنه الأطفال كلهم السوريين فاقدين 25 مليون سنة دراسية. تأثير هذا الموضوع الآن على الجيل السوري القادم برأيك كيف سيكون؟ نعم، مساء الخير بالأول. مساء النور. يعني هيدا الموضوع يعني كيف بدي اقول لك، كنا عم نحكي قبل تحت الهواء عم نجرب نحضر هاي الحلقه، وكنت عم بحكي معكم عم بقول انه يمكن قبل حتى الوضع الدراسي في وضع نفسي كثير عم بيكون صعب للاولاد وللعائله، لانه قبل فقدان كيف بدي اقول لك مقاعد الدراسه هن بوضع تروما، يعني هن لقيوا مثل صدمه نفسية كتير شديدة، لأنه هون الناس كلهم فلوا من بلادهم تحت وطأة الخطر، يعني فلوا هن وفي خطر على حياتهم، فلوا هن ويمكن شهدوا ناس توفت، مجازر، فقدان بيوت، فقدان منازل، يعني هن واصلين على بلاد لجوء كيف بدي أقول لك ما بيعرفوا شيء عنها، وهن بحاجة لتأهيل نفسي أولا يعني ثم التعليم تقصدين؟ نعم، قصدك انه هن بحاجه لتاهيل نفسي بالاول وبعدين لموضوع التعليم.
يعني هن مع بعضهم بيمشوا اذا بديك، بس الفكره هي انه حتى يعني اكيد لك موضوع التعليم اللي كثير مهم عم تسلط الضوء عليه هو لا يجزا من الظروف يلي وصلوا فيها. يعني في كثير اولاد عم بيحصلوا على تعليم بس هن عم ببلش يظهر معهم صعوبات بالتركيز، اضطرابات سلوكيه، عدم قدره على كذلك يعني يفوتوا بالمناهج. بغض النظر عن الصعوبات التعلميه او فرق المناهج بين مثلا نحن عندنا بين لبنان وسوريا المناهج الدراسيه، في عندهم عم بيعانوا جراء الصدمات العاطفيه والنفسيه يلي هن تلقوها. بقى عندك هيدي اول اذا بدك اول جزء. بعدين تاني جزء عم بيستقوه هدول الاطفال هو التعاطي مع نموذج سلطه من غير نوع، يعني باي معنى بيوصلوا لهون مثلا عم بحكي انا طبعا بما يخص يمكن بعض المحلات بلبنان، مش مثلا بيجوا بيحكون بحقوق الطفل، بيقدر مثلا اذا ولد عنف يقدر يحكي بحقوقه، يقدر يطالب باخباره، الام مثلا فيها تجي تحكي مع المعلمه بشيء ثاني. انا عم بحكيكي من وين، من عملي مع الاساتذه والاهل، انا ما بشتغل مع الاولاد مباشره، يعني حتى هن المعلمات السوريه عم بيعانوا كمان هن وعم بيعلموا هالولاد من فرق حتى بالتعاطي مع السلطه التعليميه او الاداره التعليميه، وين هن مضطرين يتاقلموا على كذلك واقع اخر بياخذ بعين الاعتبار مثلا حقوق الطفل وحقوق اذا بدك نوع ثاني من يعني قصدك انه حتى العمليه التعليميه الان، حتى العملية التعليمية اللي عم بتصير ببعض دول اللجوء هي غير ليست عملية كاملة، ليست عملية صحيحة بالنسبة للطفل. إيه نعم هون مزبوط مثل ما عم تحكي حضرتك، عم بحكي عن الناس يلي هن عم بيجربوا بالتي هي أحسن مثل ما بيقولوا، يعطوا تعليم جزئي لهدول الأطفال ويكفوا معهم مثلا برامج اللي كانوا ياخذوها بسوريا، مع العلم انه هالبرامج ما فيها اخر شيء شهاده مثلا او اذا بدك اعتراف انه نجح هذا الولد بشكل اكاديمي. طيب. مضبوط سيقدر يقطع من سنه لسنه ثانيه، دوك عندك هيدا الشيء اللي هو عم بيجربوا يعملوا لانه هن ما متقبلين فكره. طيب هون الاعداد اللي عم نحكي عنها يكون بلا ايه، اذا كنا هون عم نحكي بالاردن عن 80,000 طفل مسرب من الدراسه، هون اسمح لي روح للسيد عبد الرحمن الحاج. استاذ عبد الرحمن، الان يعني هل في تقديرات على اعداد الاطفال السوريين جميعهم سواء في دول اللجوء او حتى في الداخل السوري المسربين من المدارس والمنقطعين عن الدراسه؟ استاذ عبد الرحمن، يا ريت توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون اذا ممكن. عندك ما بعرف اذا صوت التلفزيون عندك عالي او اي شيء عم تسمعنا منه غير السماعه سكره على الاخر. طيب لبين ما نجهز يجهز الاتصال مع السيد عبد الرحمن الحاج بنشوف تقرير اخر كمان عن موضوع التعليم، ولكن هالمره من غازي عنتاب. انا اسمي ابراهيم من حلب من ارض الحمراء، كنت عم بدرس او بروح الشيخ، بعدين طلعنا عريف حلب، بعدين ابوي كان يعني بالجيش الحر قام استشهد. تبدا الحروب وتنتهي ثم تختفي اثارها، لكن اثارا بعينها كالتي يعاني منها ابراهيم ابن العشره اعوام واحمد ابن الاحدى عشر عاما قد تلازمهما الى الابد. هم أطفال سوريون أمضوا ثلثي عمرهم بين يوميات القصف ورائحة البارود بعيداً عن مقاعد الدراسة والكتب وأقلام التلوين، وإذا ما سألناهم عن بلدهم قالوا دمار. كنت بسوريا ألعب وفي مجال كبير ألعب فيه، هلا أني عم بشتغل وعم بجي تعبان من الشغل ويوم الأحد ننام نريح. وكما يقال كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع، ولكن ماذا إن استبدل إناء العلم بإناء الطعام الفارغ لتصبح المفاضلة هنا بين حصول الطفل على طعام ومأوى أو حصوله على أبسط حقوقه وهو التعليم وارتياد المدرسة. أنا ابني بيشتغل وهي حطت أولادها يشتغلوا، صاروا يشتغلوا
إيجار بيت 500 ليرة منين نلحقها؟ يعني نص أنا بدي أدفعه ونص هي بدها تدفعه، إذا ما شغلت ولادها وشلون بدها يعني تحسن تعيش. تشير آخر إحصائية أصدرتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة أن عدد الطلاب السوريين المنقطعين عن التعليم في تركيا قد بلغ 122,460 طالباً. أما عن المنظمات المعنية برعاية هؤلاء الأطفال فليس هناك إحصائية دقيقة لعددهم، لكنهم متواجدون بالعشرات، ومع ذلك ما زالت مأساة انقطاع الأطفال عن التعليم مستمرة. حالة أحمد وإبراهيم ليست الحالة الوحيدة والفريدة هنا في مدينة غازي عنتاب التركية، أيضا هناك عشرات الآلاف من الأطفال المحرومين بشكل كامل من التعلم، مستقبلهم تقريبا شبه مجهول. داليا قدسي لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا. أعود لضيوفي وأعود لك سيد عبد الرحمن الحاج، يعني تابعنا التقرير، سمعنا عن 122 ألف طفل منقطع بناء على بيان صادر من الحكومة المؤقتة في تركيا، عن 80 ألف بالأردن، والآن يعني تقريب أعداد السوريين الأطفال بالكامل سواء بالداخل أو في لبنان أو حتى الدول الأخرى بالكامل، كم العدد يقدر؟ يقدر العدد بحوالي مليونين طفل. في الحقيقة الرقم اللي يخص السوريين في تركيا غير دقيق، الرقم هو حوالي 400,000. هنالك 450,000 إلى 500 تم استيعابهم خلال الفترة الماضية، وباقي 400,000 طفل الآن خارج المدرسة. في لبنان تقريبا كل الطلاب في المدرسة، ما في متسربين، إنما يعني تقوم المنظمات في محاولة يعني خلينا نقول مساعدة اللاجئين للدخول للمدارس، وأيضا هم يدخلون في المدارس اللبنانية. هنالك مشكلة في أن عدد غير معروف من الطلاب غير قادر على الالتحاق بالمدرسة بسبب يعني فوات سن المدرسة، وهذا عدد ليس يعني عدد قليل، هو أيضا موجود في المناطق الشمالية، هؤلاء ربما أكثر خطورة من الطلاب الذين يحتاجون للالتحاق بالمدرسة وهم في سن المدرسة. فضل 5 سنوات أو 6 سنوات على الثورة السورية، وهنالك أطفال انقطعوا خلال 6 سنوات، وبالتالي ما كان عمره 6 سنوات لأن أصبح في سن 12، وهذا غير ممكن أنه يندمج مع طلاب الصف الأول. مشكلة المنقطعين هي مشكلة ربما أضخم من مشكلة المتسربين اللي هن ممكن يكونوا في عندهم فوات سنة أو سنتين ولكن يمكنهم الالتحاق في المدارس. كل سنة لدينا حوالي كيفية علاج هذه المشكلة؟ يعني نحن الآن أمام ربما احتمال لدمار جيل كامل تعليمياً، فهل في خطوات أكثر من مليون بدأ تفعيلها من أجل علاج هذه المشكلة؟ أكثر من مليون طفل سواء كان في الشمال أو الجنوب أو حتى في المخيمات، مجموعهم حوالي مليون طفل، هؤلاء يعني فاتهم سن التعليم وهنالك مشكلة في التحاقهم، سيكون هؤلاء جيل أمي بالكامل، وهؤلاء بالتأكيد سيكون كثير منهم قنابل موقوتة اجتماعيا، الخيارات ستكون أمامهم محدودة جدا، هم في وضع لاجئين أو في وضع وعمالة لاجئين. الأطفال كمان الحاجة عند العوائل اللي بتدفعهم إلى إرسال أولادهم للعمل بدل الدراسة. صحيح صحيح، من معظمهم منخرط في عمالة الأطفال، الوضع كارثي من هذه الجهة. وإضافة إلى ذلك هنالك حوالي 300,000 طفل سنويا يعني يصبحون في سن التعليم، وبالتالي هذا أيضا زيادة ضغط. الأرقام التي نقلت عن الحكومة المؤقتة في الحقيقة هي أرقام صحيحة، وهي مؤشر على أن هنالك مساعي حقيقية لاستيعاب الطلاب، لأنه العدد كان في العام الماضي أو في العام قبل الماضي حوالي 2.5 مليون، ومع احتمال زيادة عدد الطلاب السنوي اللي هو 300,000 تقريبا إلى 350,000. طيب البرامج المتبعة لإعادة الأطفال إلى المدارس، هل هي تقتصر فقط على الإطار التعليمي؟ لأنه واضح بأنه البرامج يجب أن تمتد أيضا إلى مستوى العائلة ككل، يعني يجب أن يكون هناك تأمين لقوت العيش بالنسبة للعائلة حتى لا تقوم بإرسال أولادها إلى العمل بدلا من الدراسة. الحقيقة أنه ما في تعاون مع الجهات بشكل يعني يساعد على هذا الموضوع، بحيث يتم ربط الإعانات الغذائية أو ربط الإغاثة بموضوع التعليم. حاولنا تطبيق هذا الموضوع في تركيا بالتعاون مع منظمة أساد، وأيضا بالتعاون مع منظمة مع وزارة التربية التركية، ولكن هذا أيضا كانت له آثار سلبية، بمعنى أنه يمكن أنه العائلة ليست لديها فرصة يعني لا السلة الغذائية تكفيها، ولا أيضا ذهاب الطفل يمكن
ان يعني يمكن ان يكون امر ميسور. احيانا تكون مشاكل ليست فقط متعلقه بالعمل، تكون متعلقه بالمواصلات، وهذا امر ليس فقط في تركيا وايضا في داخل الاراضي السوريه. المواصلات في غايه الصعوبه، وايضا المدارس غير امنه بالمطلق، وبالتالي نحن نحتاج يعني بحاجه لجهد كامل متكامل من منظمات دوليه تهتم بامور الطفل بشكل كامل. اسمح لي كلام صحيح بسؤال اخير بس لانه مضل معنا وقت للدكتوره زينة زربي. دكتوره، يعني الكثير من دول العالم عانت من الحروب لفترات طويله، يعني الوسيله الامثل برايك لتفادي الاثار الدائمه بالنسبه للاطفال بموضوع الانقطاع عن التعليم، يعني هل نحن خلص امام امر واقع بانه الجيل القادم الان من 2 مليون طفل عم نحكي او اكثر هم يعني الان غير قادرين على ان يكونوا منتجين تعليميا في بلدهم او في اي مكان اخر؟ هيك المشكله، عندك كذا مشكله بالنسبه على هذا الصعيد. المشكله هي انه هالناس اللي عم بيكونوا حسب موجودين بلبنان هن منهم عارفين هن موجودين لاي فتره ممكنه، صح. يعني هل هن متحسبه موجودين بلبنان او بتركيا او بالاردن او بحي الله بلد لاي فتره؟ يعني حسب هن بدهم ينخرطوا سنه زمان، سنتين، ثلاثه، الى الازمه 5 سنين. هول الاهل عم يعني بحسوا انه عم بيقطعوا الوقت، لابد من شي نهار يرجعوا يفوتوا ببرامج، يرجعوا يندمجوا بمدارسهم السوريه مثل ما كانوا مدموجين قبل سابقا. يعني هل يمكن فينا نلحقهم؟ فينا يعني لو صار هلا في جهد دولي بهذا الاطار يمكن يلحقوا هذا الجيل ولا خلص يعني راحت عليه؟ كثير اكيد المشكله وين هون، يعني بده يصير في حداد اذا بدك على التخصصات اللي كانوا يحلموا فيها، يعني اللي كان عباله يكون مهندس او عباله كان يكون طبيب، اكيد هيدا بده يوصل لمحل بده يفكر في اعاده تاهيل مهنيه، يعني هول الناس ما بيقدروا يبقوا بلا شيء. بتشوفي شي محل بالعالم كله في ناس بتفوت على الجامعه عمرها 50 سنه، يعني اكيد بده يرجع ينعمل برنامج اعاده تاهيل مهنيه لهالاشخاص. يلي المشكلة وين؟ بفقدانهم للمدرسة، هن فقدوا روتين حياة، يعني بتعرف انت بس تروح على المدرسة بيروح الولد 7:30 بيرجع 3:30، عنده مسؤوليات، عنده فرض، يحاسب على الفرض اللي عمل، بيساعدوه، بيختلط بالرفاق، في اذا بدك كيف بيقولوا الكومبيتيسيون، يعني بيصفوا بيتنافسوا بشكل بناء طبعا، لان كان على الرياضه، على الفنون، على كثير قصص بالمدرسه. يعني الموضوع كمان بحاجه لجهود جباره حتى لاعاده هذا الجيل مره اخرى الى الطريق الطبيعي لمرحله مراحل التعليم المختلفه. انا بتشكرك دكتوره زينة زربي اختصاصيه علم النفس العيادي ومعالجه نفسيه من بيروت على هذه المشاركه، كما اشكر السيد عبد الرحمن الحاج معاون وزير التعليم السابق في الحكومه المؤقته من انقره، شكرا لك.